بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. درسنا اليوم يا خامس يتحدث عن صحابية جليلة من الصحابيات رضوان الله عليهم، هي صفية بنت عبد المطلب. سنتعرف عليها في هذا الدرس إن شاء الله. نبدأ في البطاقة التعريفية عنها رضوان الله عليها. اسمها هي صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. صلتها بالنبي، يعني ايش هي؟ تقرب للنبي عليه الصلاة والسلام، هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صفاتها، ابرز صفات اللي تصفت فيها صفية، الصبر والشجاعة والفصاحة. وفاتها، توفيت عام 20 للهجرة، إذن توفيت في السنة 20 للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودفنت في البقيع. وحكينا فيما سبق عن مقبرة البقيع، كان هي تقع في المدينة المنورة، دفن فيها الصحابة رضوان الله عليهم. غالب الصحابة دفنوا في البقيع. صور وإضاءات من حياتها رضي الله عنها، يعني بعض المواقف اللي كانت موجودة أو اللي عملتها في رضوان الله عليها، أشياء بارزة تذكر لإلها. أولا، كانت من أوائل المهاجرين إلى المدينة المنورة. كلنا نعرف لما صارت الهجرة من مكة إلى المدينة، مو كل الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم هاجروا مرة واحدة، في ناس هاجرت في البدايات وفي ناس تبعتها فيما بعد. فكانت صفية من أوائل المهاجرين إلى المدينة المنورة. 2، كانت مثالا يحتذى به في التربية. فكان والأشياء يعني هي تربية صالحة اللي ربت عليها ابنها، فكان ولدها الزبير مثالا في الفصاحة والشجاعة والذكاء، حتى أصبح من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو من الزبير. 3، كانت رضي الله عنها أديبة وشاعرة، يعني كان لها اهتمام في اللغة العربية. لما نحكي عن الفصاحة، عن الأدب، عن الشعر، إن هي كان لها اهتمام كبير في اللغة العربية. في عندي يا خامس أتأمل وأجيب. بدنا نقرأ هذا الموقف ونجيب على الأسئلة الموجودة بعده. افتح كتابك وأجب على هاي الأسئلة. في الموقف، في يوم الخندق جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والأطفال في حصن مرتفع آمن في المدينة المنورة. فحاول أحد يهود بني قريظة التسلل إلى الحصن، فمنعته صفية رضي الله عنها. يوم الخندق اللي هي غزوة من الغزوات لغزاها النبي عليه الصلاة والسلام، كانت ظروف صعبة كثير، مروا المسلمين في غزوة الخندق بأحداث كبيرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعني يطلع مطمئن لهاي الغزوة، شو عمل؟ جعل النساء والأطفال في حصن،
حسن يعني زي ما نحكي عن مكان محصن، زي يعني بناء هو محصن، يعني زي ما نحكي عن قلعة مثلا. كان هذا الحصن مرتفع وآمن في المدينة المنورة، يعني كل وسائل الحماية موجودة فيه حتى أنه يحمي النساء والأطفال من أي اعتداء ممكن يصير. فاليهود، واحد من اليهود شو عمل؟ تسلل إلى الحصن، حاول أنه يدخل لهذا الحصن، لكن مين اللي شافته؟ شافته صفية فمنعته. وقديش كانت هي مش خافت، أو شافت واحد بتسلل للحصن وخافت ويلا خفنا وعملت الذعر، لا بالعكس، شو راحت عملت؟ ولا استنجدت بحدا، هاي دلالة على قوتها وعلى شجاعتها، إنها هي بادرت على طول ومنعت هذا اليهودي من التسلل إلى الحصن. واحد، على ماذا يدل جعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء والأطفال في حصن مرتفع آمن في المدينة؟ يعني ليش؟ عايش بدلني هذا الموقف؟ ليش ما تركهم مثلا في المدينة في بيوتهم خلص؟ إذن هذا يدل على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام، اهتمام خاص، اهتمام كبير بالنساء والأطفال. اثنين، أكتب عبارة واحدة أصف فيها شجاعة صفية رضي الله عنها، ممكن نحكي أنها كانت شجاعة ولا تخشى في الحق أحد. استنتج درسا واحدا استفدته من القصة. شو ممكن أكون أنا استفدت من هاي القصة؟ أبرز إشي، أهم إشي أستفيد إني أنا لازم أكون، والمرة الماضية لسه إحنا ماخذين درس الشجاعة، لازم أن أكون شجاعا في الحق. الآن يا خامس، عندك حل الأسئلة في موجودة صفحة 61، بنحل أسئلة الدرس على الدفتر.